الحمد لله بالنسبة للاستعدادات، الحمد لله كجميع الاستعدادات اللي قمنا بها قبل الحمد لله كدوز بعض الأجواء أخوية، وكما كيتسنانا واحد السطر الثاني كلشي كيتسنانا باش نقوموا بواحد المجهودات كبيرة ونفرحوا جماهير فريق الرجاء البيضاوي. وحنا كنتمنى أول حاجة كتسنانا مقابلة ديال نهار السبت واخا ماتش أميكال، كنتمنى والله باش نفوزوا بها، ونبقاو غادي نكون واحد الخط تصاعدي اللي غيرضي جمهور الفريق الرجاء البيضاوي ان شاء الله. فراسي كنتمنى والله باش كلشي يستجب بالدعوه اللي ديال جمهور الفريق الرجاء البيضاوي، كلشي يهزو التليفون ديالهم كلشي يبان خضر ان شاء الله، هذا الشيء باش نبينوا للعالم بان الجماهير المغربيه فين وصلت ان شاء الله. حنا دابا ما كنفكروش في المغرب تيتوان، حنا دابا كنفكروا ماتش بار ماتش، كما قلت لك تابعنا عصبة الأبطال، تابعنا ماتش التعافي في الروتور. كنتمنى من الله أول حاجة باش يجي جمهور فريق الرجاء البيضاوي باش يجي يشجعنا، وبهذا المنظر كنبغي نشكرهم على هاد كما كتشوفوا البداية، ما كانتش بداية اللي كيتسنى الجمهور ديال فريق الرجاء البيضاوي، ومع ذلك كان كيحضر الجمهور واخا كنا خسرنا شحال من ماتش، وكان الجمهور كيجي يساعدنا، وهذا الرجوع هذا كيرجع للجمهور فريق الرجاء البيضاوي. كما قلت لك كيتسنى لنا ماتش نهار السبت، نتمنى والله باش تفوزوا فيه باش نلعبوا ضد مغرب تيطواني بواحد المعنويات مرتفعه ان شاء الله، ونفرحوا جماهير فريق الرجاء البيضاوي ان شاء الله.